طب بحكم هذا الهاجس بقعد استنى بعض الشهور لحد ما السوناري يعني يطلع لي فكره النتيجه، وبهمل اثناء هذا الانتظار اشياء اخرى. ايوه صح. فبتحتاج المسمى امتى انه انا ابتدي اعمل هذه الفحوصات او هذا التشيك؟ هي بص حضرتك زي ما قلت لك ان في ثلاث ستات امتى دول في الشهر الثالث في الحمل الشهر يعني الرابع؟ بعد الثالث ها بنبتدي نشتغل، دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني بنبتدا من الشهر الرابع والخامس والسادس والسابع، ها دول مهمين جدا، الاربع شهور دول مهمين جدا، اللي هو من اول الرابع والخامس والسادس والسابع. الثامن والتاسع بيبقى خلاص تقريبا بقى فول ديفلوبمنت. يعني في حاجه تانية، ال احنا ممكن كمان نساعد ولي الامر ان هو قبل حتى الشهر الثالث نشوف هل ممكن في ممكن يحصل حدوث عيوب قلب خلقيه ولا لا. ازاي؟ لو جت العروسه الجديده في اول 3 شهور من الحمل، ودول اخطر 3 شهور لاي عروسه جديده او اي واحده ست بتحمل دلوقتي. ليه؟ لان في عندنا التكوين بتاع كل الاجهزه، ادي واحد. اتنين، ان اي ميكروب بيخش داخل الرحم او داخل العروسه دي عن طريق دمها او عن طريق الجهاز البولي او التناسلي او whatever بيؤثر بالسلب الخطير جدا على الجنين وتكوينه في اول 3 شهور. ازاي؟ مثلا في مرض اسمه مرض القطط. الستات والبنات طالعه في موضه دلوقتي يجيبوا قطه في البيت، وماله يجيبوا قطه، بس لو القطه دي جالها مرض القطط واتنقل للست الحامل في اول 3 شهور ممكن يؤدي الى مشاكل كتير جدا للجنين. أنا آسف، يعني في بعض الـ 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 الأجسام أو الأمراض بيبقى أنا جسمي حامل للمرض ولكن مش متأثر. ده الإيدز، أنا حامل الفيروس بس ما عنديش أعراض. هل مثل هذه الأمراض بتبقى ليها أعراض على الأم، ولا ممكن يعني لازم تعمل تشيك عشان تتأكد؟ هي لازم تعمل تشيك، دي نمرة واحد، ده برضو حاجة كويسة جدا، لازم تعمل تشيك، تعمل تحاليل، ولازم بقدر الإمكان بنصح أي واحدة عايزة تحمل إنها بعد ما تشيل القطه طبعا من البيت خالص، لان تاثير القطه بيقعد حوالي 3 شهور حتى بعد ما القطه بتمشي في البيت، الفرو والحاجات دي. عشان كده حتى الناس اللي عندها ازمه ربو ويكون عندها القطه الفرو بتاع القطه نفسه بيقعد فتره في البيت. حتى ما نعرف انه دي حاجات ليها علاقه بامراض الحساسيه. ما هي الحساسيه دي جزء منها، انما مرض القطط اللي هو التوكسوبلازما ده مرض قاتل، ممكن يؤدي الى وفاة الطفل ووفاة الجنين جوه بطن مامته، وكمان ممكن يعمل اجهاض في على اللونج ران. ده مرض. في امراض تاني مثلا اسمه الهربس، الناس فاكره ان الهربس دي حاجه بسيطه، فسفيس بتطلع في البق وخلاص. الكلام ده في للناس اللي هم مش حوامل، مناعتهم مش قليله، الكلام ده كله. انما واحده ست او لسه عروسه جديده وجالها الهربس ده خطر. في عندنا مجموعه اسمها تورش، اللي هي مجموعة أمراض احنا بنسمينها طرش، كل الدكاترة عارفة الطرش ده. اللي أي واحدة عروسة جديدة حامل في أول 3 شهور لازم ما يجيلهاش الطرش ده. يعني دول 5 أمراض أو 6، منهم الكبد ومنهم الإيدز، يعني حاجات كتير بدون دخول في التعقيدات يعني، إنما هو فيري سيمبل، إن هو حتى تشخيصه بسيط. بلاش في عندك مثلا في يعني جات لي واحده سودانيه في اول اسبوع من الحمل او تاني اسبوع لما اتاكدت انها حامل جالها الحصبة الالماني كويس، ونتيجه طبعا للحرب اللي هناك فما عرفوش يعالجوها. فقلت لهم ليه ما نزلتوش البيبي؟ تمام. البيبي لما نزل عنده مشاكل كتير جدا في كل حته في جسمه، في العين والمخ والقلب والكلى و و و، بدليل ان لو احنا كان هنا في مصر مثلا او في دكتور امراض نساء ولاده شاف المرض ده اللي هو الحصبة الالمانيه، كان في منتهى البساطه كان ادى للمدام دي الدواء، او اذا ما كانش قادر يعالجها كان نزل البيبي
بدل ما ينزل بيبي مشوه. هو انا اسف بس عشان يعني فكره تنزيل البيبي ده موضوع تاني نحتاج فيه طبيب ورجل دين وبعض المتخصصين عشان فكره الاظهار ومحامي عشان فكره الجهاد قانونيا ودينيا والى اخره. يعني هتحفظ شويه على فكره الرؤيه دي، دي رؤيه حضرتك. ولكن فكره انه الحصبه الالمانيه او الصفرة احيانا اللي الطفل بيطلع بيتولد عينيه صفرة والى اخره، ممكن تكون دي بعض الظواهر المتعارف عليها شويه. يعني في ناس عارفه انه لو الام جالها الصفرة فالابن ممكن يطلع البياض العين على مايل الاصفرار. مظبوط، ما شاء الله عليك. دكتور انت على فكره لا يعني ما شاء الله. لا كنت كويس في البيولوجي. لا لا ما شاء الله ما شاء الله. بس فدي اشياء متداوله او قد تكون بعض الناس عارفاها، ولكن ما خفي زي ما بيقولوا كان اعظم، وخصوصا احنا بنتكلم في حته القلب اللي هو ممكن ما يجيش على البال خالص. ايوه حضرتك ركزت دوما على فكره العيوب الخلقيه. ايوه هل تتلخص مشاكل القلب فعليا في العيوب الخلقيه، ام انه دايما انا لما بقدم دكاتره القلب اقول القلب والدوره الدمويه او الاوعيه الدمويه، يعني في عنده مشاكل في الشرايين في الاورده. أيوه. في ضغط الدم، في سيوله الدم لزوجته، يعني في تفاصيل اخرى. طب. خارج نطاق الاله التي تسمى القلب. بص حضرتك، احنا فرع القلب هو حوالي تقريبا 20 فرع، يعني القلب نفسه 20 علم، منهم واحد بس اللي هو بتاع العيوب القلب الخلقية، واحد من العشرين. ده الأكثر عرضة الأطفال، أكثر عرضة. هو ده الأخطر. الأخطر. هو ده اللي بيموت لو ما تعالجش صح الطفل بي بي بيروح واكتشافه مهم بدري. كل ما اكتشفنا المرض بدري كل ما كان علاجه أحسن، وكل ما اكتشفنا المرض داخل الرحم كل ما كان علاجه احسن واستعدادنا ليه احسن. طب كده برضو اكرر الكلام برضو للي فاتوا اول معلومتين، انه من بدايه من الشهر الرابع على اولياء الامور او الاب والام ان هم يتابعوا صحه الجنين، حتى فكره انه يعملوا الايكو بس بالثلاث شروط. مش لاي حد. يعني ما اقدرش ان انا اعممها، ما اقدرش اقول مثلا كل الامهات تروح تعمل فيتال ايكو. لا. طب ولو انا عايز اعمل قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ممكن يعني ده يعني ممكن تعمل كده فور يعني فور يور للاطمئنان بس. انما مش اساسيه، يعني عشان ما تنزلش في الاساسي. في حاجات اساسيه وفي حاجات فرعيه، هنعتبرها دي من الفرعيات. تمام. اجابه سؤال حضرتك اللي هو الفروع الثانيه، انا ممكن طبعا في مرض مشهور جدا في مصر وفي الدول العربيه اسمه الحمى الروماتيزميه، والمرض ده خطير جدا وبسيط جدا. تمام. روماتيزم الدم مرتبط بكبار السن مش بالاطفال. لا، الحمى الروماتيزميه. ما هو روماتيزم يعني المصطلح دايما بيربطنا بالكبار مش بالصغيرين.